السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وبلوك جديد من فيديوهات أحمد عزيزي على قناة رحلة في عمق الذاكرة. اليوم ستكون رحلتنا مختلفة، هي فيها نوع من نقل الطابع المحلي والطابع طبعا التاريخي للبلاد، ولكن تاريخ من نوع آخر. لكل دولة هنالك طبعا ديربي خاص بها في المجال الرياضي، يعني إذا كنا نتحدث على مستوى الدول العربية نذكر مثلا في السعودية الاتحاد والهلال، الهلال والنصر، الهلال والأهلي، أو على سبيل المثال في مصر الأهلي والزمالك، في المغرب الرجاء والوداد، في تونس الترجي ووادي النيس، وهنالك أيضا في كل الدول العربية هناك دربيات، يعني في سوريا مثلا هنالك طبعا الكرامة والأهلي، هنالك الاتحاد السوري، في كل دول عربية تقريبا هنالك ديربي، يعني حتى في فلسطين في المناطق المحتلة عام 67، في مناطق الضفة المحتلة عام 67 هنالك دربيات عديدة، منها نذكر شباب الخليل وهلال القدس، هلال القدس وجبل المكبر، ديربي الخليل، أهل الخليل وشباب الخليل. أيضا نحن في الداخل الفلسطيني المحتل ضمن اندماجنا في دوريات محلية هنالك دربيات عديدة طبعا تقام هنا بحسب عرقة الفريق أو الفرق التي تشارك في هذه الدربيات والتي تمثل المدن بحد ذاتها. هنالك يعني من أبرز الفرق المحلية لدينا اتحاد أبناء سخنين الذي يلعب في دوري المحترفين ويسمى بدوري الدرجة العليا، هنالك أيضا نادي أخاء الناصرة والذي يمثل مدينة الناصرة ويلعب في الدوري الممتاز الأقل درجة من الدوري المحترفين، نصف المحترفين خلينا نقول. هنالك أيضا نادي أم الفحم، نادي مدينة أم الفحم أيضا الذي يلعب بنفس الدرجة. هنالك فرق عديدة أيضا يعني تهبط وتصعد، مثل نادي شباب اللد، مثل أيضا نادي الوحدة كفر قاسم، هنالك فريق إكسال الذي يلعب أيضا في الدرجة الممتازة. هنالك العديد من الفرق العربية التي تلعب في درجات مختلفة وتحمل الإثارة والطابع. اليوم سنذهب لمتابعة لقاء أيضا من هذه الدربيات، نوع خاص من الدربيات لفريقين عريقين ومدينتين كبيرتين في الداخل المحتل يلعبان في دوري الدرجة الممتازة النصف الاحترافي، فريق نادي أم الفحم مع فريق نادي أخاء الناصرة. تعالوا نشاهد أجواء الفريقين، نسمع من إدارة الفريقين اللاعبين وكيف تجري هذه الأجواء، ونتعرف أكثر عن الرياضة الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948. حماري ودك يا الجول تسوى عند الكون، رجالك شو ما يكون بالمدرج علينا الصوت نشجع حتى الموت فلسطيني للموت. سنة الـ84 كهانا واليمين رجعوا خايبين، حموز الأجا وعاد القارة ما فاتوها بالمرة، أم الفحم يا حرة طيب يا إخوان، وصلنا إلى ملعب الأخضر في مدينة الناصرة أو على مشارف مدينة الناصرة، الملعب المقام على الأراضي المصادرة من عدة قرى عربية في الداخل المحتل عام 1948 الذي يقام في مدينة تسمى نوفا جليل أو مدينة الناصرة العليا نتسرت عليه سابقا. هذا الملعب يحتضن مباريات لفريق المدينة ذاتها الذي يلعب بنفس الدرجة، هو فريق يتبع للوسط اليهودي ويمثل الوسط اليهودي، بينما فريق مدينة الناصرة نادي الناصرة يلعب في استاد علوط الناصرة، ولكن بسبب الترميمات هو يستضيف هذا العام في هذا الملعب بحسب طبعا قرارات الاتحاد العام لكرة القدم داخل دولة الاحتلال.
كما لاحظنا ونشاهد منذ بداية اللقاء، طبعا بسبب الكورونا هنالك إجراءات خاصة ومخصصة يعني للحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين والطواقم المهنية. يعني لاحظنا رغم أنه مباراة ديربي وأنها المفروض أن تحوي الكثير من الجماهير والكثير طبعا من الحضور الرسمي والشعبي، إلا أنها طبعا اقتصرت على فقط كوادر الفريقين وبعض الشخصيات الاعتبارية لحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي والتباعد الصحي. رأينا أيضا هنالك العديد من الإجراءات الوقائية حتى بما يخص نحن الصحفيين والمصورين، طبعا بالعادة نجلس أينما نريد ونتوزع حيثما نريد، ولكن هذه المرة قرروا أن يفصلوا بين الطواقم الصحفية حتى لا يكون هنالك مجال لانتقال العدوى. فهنا أيضا يعني الكورونا تؤثر وتلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية حتى في كرة القدم. يعني أنا بقول لك بصراحة لعبة من الشكل اليوم زي الإخاء وبعلم الفهم، يعني لولا جائحة الكورونا يكون في جمهور كانت تلاقي أكثر حماس وأكثر أجواء كرنفالية زي ما يقولوا. أما هذا إيش انفرض على الناس وعلى الدولة وعلى كل العالم، لازم نتعايش مع الأجواء هاي. بالنسبة للمباراة، مباراة لحد هسه في أفضلية بسيطة جدا للإخاء، تأمل إنه يتحسن الأداء لقدام، فيش فرص كثير. يعني زي ما يقولوا مباراة ديربي تبوسيت زي ما يقولوا لحد هسه، تأمل إنه يتحسن الأداء ونشوف أهداف لقدام. احنا قاعدين نتحضر زي ما تعرف للدرجة الأولى، إن شاء الله نقوم بالتحضيرات اللازمة. المستوى طبعا أنت شايف المستوى منيح، يعني الأجواء منيحة، إن شاء الله جائحة كورونا تنتهي وترجع الجماهير على الملاعب، ساعتها تشوف أجواء أحسن. يعني حتى الآن رغم أن المباراة في نهاية شوطها الأول والتعادل السلبي يسود وعدم وجود جماهير كثيرة، لكن الاحتدام يعني حضر. رأينا مشادات بين الجمهورين، مشادات يعني عادية في ملعب كرة القدم تجري في أي مكان في العالم، وهذه من أيضا من لذة كرة القدم. يعني رغم يعني عدم تحبيبها، ولكن أيضا هذه من النكهة التي ترسخها كرة القدم والتنافس في كرة القدم، خصوصا في الدربيات بين الأشقاء عندما يكون التنافس وحب الشعار وحب النادي وحب اللاعب الجميل والرغبة بتحقيق الانتصار. فنرى هذه المشادات، لكن طبيعي يعني هذه أمور تحدث في كل مكان. عم أبو إياد، أنت من جانب الفريق التحماوي ولكن أنت عربي بالنهاية، جاءت تحضر مباراة جميلة بين فريقين شقيقين، شفنا يعني من حماسة الديربي هذا ومن التنافس ومن انتماء الفريقين شفنا يعني مشادات، ولكن مشادات جميلة يعني تعطي نوع من الانتماء. ما يعني شو اللي صار؟ احكي لنا كيف. بس انا بخالفك الراي انه فيش انتماء للجمهور اللي بيعمل مشاكل بهي الصوره. احنا فريقين عربيين، احنا فريقين بنتنافس على ارض الملعب، احنا بنشوف في مباراه جميله على ارض الملعب، وللاسف عكروا الاجواء من واحد من هون واحد من هون وزهقوا يعني. اما بالاجمال مباراه شيقه مثيره حلوه، وبنتامل النجاح لكل الفرق العربيه ان شاء الله. عم ابو اياد، يعني مباراه ديربي في هذه الايام هي مباراه تخلو من الجمهور، ولكن في الايام العاديه مع الجمهور الفريق الكبير اللي هو علم الفحم ولنادي الناصره كان المفروض ان يكون هنا الالاف، كيف تشعر يعني مع خلو المدرجات؟ كيف كلها بالعبراني اخزبا، يعني مش بس بعلم الفحم والاخر، كل الفطبول بالاجمال بنشافش بدون جمهور. الفطبول بيلتعب للجماهير ما بيلتعب للجيش الخضراء. كيف ستستمرون هذا الموسم خصوصا في ام الفحم؟ لديكم طموحات، احضرتم مدرب لاعبين، كيف ترى الموسم كمشجع؟ إذا استمر الحال في الدوري كما هو الآن،
الموسم يحسم في الجوله 37، هيك انا بشوف. كل فريق هو بشافيه نفس الفريق الثاني، الفرق كلها متساويه، المستوى متعادل تقريبا كل الفرق. صعود راح يحسم في الصعود راح يحسم في الجوله 37، انا بشوف الصوره. يعني بعد مضي حوالي 65 دقيقة يعني ساعة على المباراة واستراحة، بدأنا المباراة نهارا، ولكن مع طبعا الشتاء وقصر اليوم نصل إلى يعني إضاءة الكشافات بسبب اقتراب الغروب. هي أجواء جميلة أيضا مع هذه الأجواء التي نراها ضمن هذا الديربي الجميل. مباراة محتدمة طبعا تنافسية بين فريقين، كلا الفريقين يسعى للفوز، ولكن حتى الآن هي النتيجة 0-0. حتى نهاية اللقاء نرى من سيحسم المباراة، أم ستبقى التعادل على ما هو عليه وسيبقى الموقف على ما هو عليه. إذن انتهت المباراة بهدف جميل في نهاية الوقت الإضافي لصالح الفريق النصراوي على حساب الفريق الفحماوي، في مباراة محتدمة فيها كل أجواء الديربي. رأينا الاحتدام بين الجماهير، رأينا الاحتدام بين اللاعبين، رأينا التنافس بين كلا الطرفين، وبالنهاية جاء الهدف مع الإصرار النصراوي في الدقيقة الأخيرة. قبل أن نختم من الملعب الأخضر في الأراضي هنا، علينا أن نأخذ بعض المقابلات. كونوا معنا، نقابل الفائز والخاسر ثم نودعكم مع الملخص. الحمد لله رب العالمين. طبعا عندنا كل فوز هو مهم، كل أسبوع كل لعبة بنحضر لها منيح منيح. طبعا الديربي له طعم آخر، أجينا على المباراة مركزين كثير، كانت طبعا منصب أعيننا بس على الثلاث نقاط. الحمد لله رب العالمين، أجت معنا طبعا بآخر دقيقة وفوز أحلى من العسل. طبعا احنا نفتقد للجمهور، انت عارف انه جمهورنا طبعا هو دائما كان الفريق، خلينا نقول اللاعب رقم 12 يجي ورا الفريق باللعب البيتيه والخارجيه. اليوم كلياتنا طبعا بننتظر نهايه هاي السنه القاسيه اللي كانت سيطر عليها فيروس كورونا. ان شاء الله رب العالمين بامن مع شهر واحد يرجعوا طبعا بشكل تدريجي، يرجعوا المشجعين على المدرج، بالاضافه انه نرجع استاد الناصري علوط، وهذا بيكون بالنسبه لنا الكرت الرابح على انه احنا ننافس على هدفنا وهو الصعود للدرجه العليا. أول شيء الحمد لله أنه الفريق رجع لمسار الانتصارات، فوز كتير كتير ثمين أمام فريق كتير عنيد وقوي، وعلم الفحم كمان قدم مباراة ممتازة. طبعا بنزل القبة على اللاعبين واحد واحد فرد فرد على عطائهم بالملعب، مش مفهوم ضمنا أنه في أسبوع تلعب ثلاث مباريات طبعا بفترة الكورونا وكل هاي الظروف. أفكر أنه هذا الفوز راح يعطينا دفعة معنوية كتير بحاجة لإلها الفريق إن شاء الله لإكمال المسار. أفكر أنه وضعية المدرب العربي عامة كتير كتير ممتازة، عم تتحسن، عم نشوف في الدرجة الأولى كتير مدربين عرب ممتازين عم يدربوا ويجيبوا نجاحات. طبعا في الدرجة الممتازة كمان كانت فرصة مدرب إسماعيل عامر، أنا كمان موجود في الأخاء، بتمنى أنه تكون لنا فرص كمان بفرق مش بس عربية، كمان نقدر ننطلق وندرب فرق اللي هي يهودية، وطبعا عندنا الكفاءات والإمكانيات اللي نعمل هذا الإشي. إذن بالملخص يعني انتهت المباراة بكل الأجواء الودية الحبية رغم التنافسية ورغم طبعا حسم اللقاء لأحد الطرفين، لكن بقيت الأجواء الحبية بينهما طبعا طافية على السطح. طبيعي كرة القدم فيها كل الأمور تحدث. بالأهم ما يهمنا من هذا الملخص وهذا اللقاء وهذا البلوج أن نوصل أولا أن الحياة في الداخل المحتل موجودة بكافة مرافقها، وليست طبعا منطوية ومنعزلة عن شقيقاتها في الدول العربية. هنالك رياضة، هنالك موسيقى، هنالك فن، هنالك طبعا دين وسياسة ونشاطات اجتماعية، هناك كل المجالات التي يمكن أن يتنافس بها أبناء الداخل مع أقرانهم من العرب في باقي الدول العربية. لذلك نحن هنا ندعم كل موهبة، ندعم كل طبعا صاحب مهنة، ندعم كل إنسان مؤثر في مجاله أن يتطور ويتقدم ويصل إلى حيث يسمو ويطمح
كما رأينا من اللاعبين الصغار الشبان الذين يجتهدون حتى يصلوا إلى مستويات عالية ومنها الاحتراف أيضا في أوروبا وفي آسيا وفي كل الدول التي تحوي اللاعبين المحترفين. إلى هنا ينتهي لقاؤنا ومشوارنا في هذا اليوم الجميل، إلى أن نلقاكم في موعد آخر. لا تنسوا دعمنا في الشير واللايك والسبسكرايب، وطبعا مواكبة الدعم عبر كافة صفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام، ونرجو منكم دائما تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني أنا أحمد عزيزي ومكافة طاقم العمل الذي يعمل معي.